هذا ويحتفي معرض إكسبو دبي باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دبي مراسل الغد عبدالله الزعبي. عبدالله، لو تضعنا بتفاصيل أكثر حول الفعاليات التي تحييها اليوم دبي للاحتفاء بعيد اللغة أو باليوم العالمي للغة العربية. نعم، بكل تأكيد، سواء هنا في إكسبو دبي 2020 أو حتى في غيرها من إمارات الدولة، هناك احتفال بهذه أو بهذا اليوم الذكرى أو احتفال باليوم العالمي للغة العربية. العديد من الفعاليات التي تقام في إكسبو هنا تحديدا بدأناها منذ الصباح مع افتتاحية للاحتفال بهذا اليوم، حضرها الأمين العام لجامعة الدول العربية المشارك أيضا في إقامة هذه الفعاليات، وأيضا وزيرة الثقافة والشباب الإماراتي معالي نورة الكعبي، بالإضافة إلى عدد من الحضور الرسميين الذين كانوا متواجدين من خلال هذه الاحتفالية. أيضا هناك عدد من الفعاليات التي ستقام اليوم وغدا وبعد غد وفي الأيام القادمة احتفالا بهذا اليوم. اليوم سنشهد هناك مؤتمر صحفي سيقام هنا في إكسبو للإعلان عن تفاصيل الاجتماع الذي سيشهده إكسبو أيضا لوزراء الثقافة العرب، بالإضافة إلى القمة، قمة اللغة العربية التي ستبدأ فعالياتها غدا في إكسبو دبي 2020 أو في مركز المعارض في إكسبو 2020. العديد من الفعاليات الثقافية، جائزة البردة التي تهتم بالخط العربي وأيضا الشعر العربي ستقام من خلال الفعاليات أو مدرجة ضمن الفعاليات التي ستقام هنا في إكسبو. كل هذه الفعاليات تهتم بترسيخ أو التعريف باللغة العربية، سواء للمقيمين هنا الذين للأسف يتجهون لتعلم لغات أخرى، وأيضا تكون اللغة غير العربية هي الدارجة عند الأغلب حتى عند المقيمين العرب، لكن الدولة تقوم بالعديد من المبادرات التي تحاول من خلالها ترسيخ مبدأ التحدث باللغة الأم، خصوصا للمقيمين العرب والمواطنين هنا، خاصة وأن الأغلب من المدارس التي المتواجدة هنا في دولة الإمارات تعتمد التعليم باللغة الإنجليزية. لذلك هناك محاولات ومبادرات لترسيخ اللغة الأم، اللغة العربية، عند الجيل القادم وعند الطلاب في المدارس. هناك أيضا قبل أيام تم إطلاق مبادرة تكلم بالعربي التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل الجناح المصري في إكسبو دبي 2020. هذه المبادرة أيضا التي تشجع على التحدث باللغة العربية، اللغة الأم للمقيمين من العرب هنا في دولة الإمارات وأيضا في الوطن العربي. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المراكز والمجمعات والمبادرات التي أطلقتها الإمارات سواء خلال السنوات الماضية، من أبرزها تحدي القراءة العربي الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد، وهو ما جعل العديد أو الملايين من طلاب المدارس يعودون للقراءة وأيضا مطالعة الكتب وبطون الكتب العربية والمصادر العربية. هذه المبادرة التي شهدت مشاركة ملايين الطلاب كما ذكرت، وأيضا آلاف المدارس من كافة أرجاء الوطن العربي، وأيضا هي أصبحت عالمية بحيث أصبح المدارس العالمية يمكنها المشاركة بهذه المبادرة أو التحدي. مجمع اللغة العربية الذي أطلقه حاكم الشارقة، وهو يعنى بالتركيز على المصطلحات العربية واستخداماتها خلال 17 قرنا ماضية، وغيرها الكثير من الفعاليات والمبادرات التي تقدمها دولة الإمارات للحفاظ على اللغة العربية. نعم، أشكرك من دبي مراسل الغد عبدالله الزعبي.